قصة وعبرة، تعلم كيف تتكلم. دخل معلم إلى الصف، وقف قليلا أمام الطلاب، ثم قال: نصفكم أذكياء. ابتسم الجميع وشعروا بالسعادة. معلم آخر دخل إلى نفس الصف وقال: نصفكم ليسوا أذكياء. حينها شعر الجميع بالغضب والتذمر، وانتقدوا سلبية المعلم. كلاهما قال نفس الكلمة، كلاهما قال نفس الكلمة، كلاهما قال نفس المعنى. واحد قال: نصفكم ليسوا أذكياء، فكل زعل. التاني قال: نصفكم أذكياء، ففرحوا. الاتنين نفس المعنى، لكن القالب يصنع الفارق. واحد قال: نصفكم أذكياء، فاعتبروها كمدح، والتاني قال: نصفكم أغبياء أو ليسوا أذكياء، فاعتبروها ذم. والاتنين نفس المعنى. بتفكرني بأحد الملوك شاف رؤيا أو حلم، حلم وجاب مفسرين. أحد المفسرين فسر له الحلم على إنه عيلته كلها هتموت، وهو اللي هيدنه منه. فهذا الحاكم غضب من التفسير لهذا الحلم، وحكم بإيه؟ بإعدام المفسر. مفسر آخر قال له: يا مولاي، أنت هيبقى عمرك طويل لدرجة إنك إيه؟ هتعيش أكتر من كل أهل. هما نفس المعنى، لكن في كلام بدأ بيه حاجة تشاؤمية، حاجة إيه سيئة، زعلت الشخص. والتاني قال له: أنت عمرك طويل، ففرح بالمعنى ده، تكافئوا. فهنا برضك نفس الكلام، مدرس بيقول لطلابه: انتوا نصكم اذكياء. كل واحد هيفتكر ان هو اللي ذكي، كافرهم. التاني قال: نصكم اغبياء. كل واحد هياخدها على نفسه انه غبي وزعل. فتعلم كيف تتكلم، تعلم كيف تتكلم.